صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدا الفيديو ديالي، نبغي نوجه الشكر الجزيل لجميع المتتبعين ديالي على الميساجات الزوينين اللي كيكتبوا لي واللي التحفيزيه اللي كيحفزوني بزاف وكيفرحوني بزاف. وشكرا على التفاعل ديالكم، شكرا لكاع الناس اللي كياخذوا من الوقت ديالهم ويشاهدوا الفيديوهات ديالي. شكرا على التفاعل ديالكم، شكرا على لي لايك اللي كديروا لي، شكرا على لي ديزلايك اللي كديروا لي، حتى هو تفاعل. وشكرا لكم بزاف بزاف، وبالفضل ديالكم القناه ديالي يعني قدرت نحقق شروط ديال يوتيوب، وقدرت يعني نزيد بالقناه ديالي القدام. وشكرا لكم بزاف بزاف. ودابا ندخلوا في الموضوع ديالنا ديال الفيديو باش ما نطولش عليكم بزاف. المهم قلت لكم ان نهار الجمعه كنت جالسه في الدار، قلت هذا النهار غادي نبروفيتي غادي ندير فيديو لان غبت عليكم بزاف بزاف. سمحوا لي دايوغ سمحوا لي بزاف لحقاش كنغيب عليكم بزاف نظرا للظروف الخاصه. المهم قلت انا نهار الجمعه ما كاينينش بناتي، ما عنديش دي رونديفو، دونك غادي نبروفيتي وغادي ندير فيديو. مي دوماج عيطات لي الاساتذه ديال بنتي، قالت لي كوم كوا بنتي كانت من المخالطين ديال واحد الحاله مؤكده، دونك خاصني نمشي ناخذ بنتي من المدرسه. دونك مشيت للمدرسه قلت لهم انا ناخذ لي دو، ناخذ بناتي بجوج ما ناخذش هي وحده، الا كانت وحده راه ريسكي راه حتى الاخرى كاين لو ريسك، دونك ناخذهم بجوج. خديت بناتي بجوج، عيطت للمدسه المهم مشيت للابوغاتوار، مشينا للابوغاتوار درنا التحليله ديال التحليله انا وبناتي وكنتسناو النتيجه. ان شاء الله تكون النتيجه نيجاتيف. المهم من هادشي كله اللي بغيت نقول لكم، انا الصراحه يعني انا كنطالب الحكومه الفرنسيه وكنتمنى ان الحكومه الفرنسيه ديرنا الحجر الصحي، لحقاش رحنا عايشين في واحد الخوف. ساعة كنسمعوا حالات مؤكده ما بين الاطفال، كاين شحال من حاله في المدرسه. بصراحه هادشي تيخوف وما تيطمنش. بالنسبه لي انا من الاحسن يكون الحجر الصحي هكا نجلسوا في الدار ويكون وليداتنا حدانا والانسان نشدوا علينا بروتيجي براسنا، احسن ما نبقاو هكا عايشين في الخوف. ولكن واحد الحاجه، انا ما نقري ولاد ما حتى شي حاجه، يديروا لهم لي كلاس بار ديستانس، يديروا لهم يتكونيكتاو معاهم يقربهم هما، اما انا حمقوني في داك الحجر الاخر، لان تبارك الله الزوج الاخرى ما كتخلي الاخرى تكونسونطرا، ولا حيتك تشرحي للاخرى لا حيتك تشرحي للاخرى. الصراحه سي با فاسيل. ديجا انا ما عنديش واحد التكوين باش نقري، ما تلقيتش انا واحد التكوين باش نكون انا مدرسه، انا ماشي مدرسه، انا جي با لا بيداغوجي، j'ai pas la pédagogie. La pédagogie, je suis pas informée pour être maîtresse ou la quel que soit. يديروا لهم لي كلاس بار ديستانس، يتكونيكتاو معاهم ويقريوهم. اما في هذاك الحجر الاول والله الا سي لا غالير، كيصيفطوا لك الدروس وانت تفهميهم ومن بعد يصيفطوا لك لي ديفوار، ديري لي ديفوار. ومن الزهر انا في الكونفينمون الاخر خسر لي التليفون، ما عنديش لورديناتور، خسرات لي لامبريمونت، سيتي لا غالير توتال، المهم خليو لي في لي كومونتير ديالكم شكون لي بحالي انا، شكون لي باغي الحجر الصحي، شكون لي ما باغيش الحجر الصحي، كتبوا لي في لي كومونتير. وشنو بغيت نقول لكم تاني، يعني درت انا هذاك التيست انا وبناتي، المهم الحمد لله خرجنا نيجاتيف. ولكن ما عرفتش دابا واش ندي بناتي للمدرسه واش ما نديهمش، واش نخليهم حدايا
والله ما عرفت شنو غادي ندير. المهم نصحوني، قولوا لي واش نديهم ولا ما نديهمش. والله راني حيره ما عرفت شنو غادي ندير. المهم نتمنى انكم تعاونوني وتقولوا لي شنو ندير، واش نديهم ولا ما نديهمش. والمهم هكا يكون الفيديو ديالي تسالى. نتمنى يلقاكم في احسن صحه، ونتمنى تكونوا مزيانين. وما تنساوش كيف ما قلت لكم بليز كتبوا لي لي كومونتير، قولوا لي نصحوني. والمهم نخليكم في رعايه الله، وشكرا لكم بزاف، شكرا لكل من شاهد هذا الفيديو. ونبغي نقول لكم راني كنبغيكم كنحماق عليكم، وشكرا لكم بزاف. سلامه.